البخاري. والحديث التالي الثاني في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. صوت من السحاب كما يتكلم البشر على وجه الأرض، هناك شخص يتكلم بلغة البشر ولكن في السحاب: يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان يمشي مثلا شرقا صار إيه جنوبا، مشي الرجل الأرض مع السحاب، وإذا به يرى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة يطل عليها، وإذا به يرى رجلا يعمل فيها في أرضه في حديقته، فيأتي إليه ويسلم عليه، ينظر إليه صاحب الحديقة فيراه رجلا غريبا ليس من أهل تلك القرية. وبتعرف القرى قديما ما كانت بهذه الساعة وبعدد النفوس اللي ممكن إنسان يتعرف على أقاربه لكثرة العدد فضلا عن أبعده، فكانت القرية يعني معدودة العدد، الوجوه معروفة. فلما رأى الرجل قال له: كأنك أنت رجل غريب. قال له: نعم. فما الذي جاء بك؟ قال: أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. فنجيت والسحاب، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه مطر في أرضك، فبمن نلت ذلك من ربك؟ هاي شأن الصالحين، ما في عندهم العجوية والكبرياء. يقول: والله أنا لا أدري، أنا رجل عادي لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وبخدمها ثم أحصدها فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وأهلي وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين. فقال له الرجل: هو هذا، شو بدك أحسن من هذا؟ فانظروا الآن كيف أن رب السماء سخر البحر للرجل الأول، ثم رب البحر سخر السماء للرجل الآخر. ما هو الجامع في هذا التسخير؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين العاملين بالكتاب والسنة.